رئيس الوزراء الياباني أبي لا يكل منذ سنين من الترويج لسياسته الاقتصادية المعروفة بأبينوميكس، وعليه ضخ البنك المركزي المليارات في السوق النقدية اليابانية لتحفيز اقتصاد البلاد، لكن من دون جدوى. هذه الأرقام السيئة تمثل خيبة أمل واضحة، ومفادها أن الاقتصاد بحاجة إلى وقت أطول بكثير مما كنا نتمناه من أجل التعافي. بذلك باتت أجزاء من الإصلاحات المعلنة مهددة بالانهيار، وهي كانت تعول على زيادة حصيلة الضرائب لدعم الخزينة التي تعاني من ضيق مالي مزمن. فيما يخص قرار زيادة الضرائب، علينا أن نتوخى الحذر حتى لا نعيق تعافي الاقتصاد، وأهم شيء الآن هو الحيلولة دون العودة إلى الانكماش مجددا. هكذا تزداد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في اليابان، وتأمل حكومة أبي في تحقيق نتيجة طيبة لدعم مسارها الاقتصادي رغم الانتكاسات المتوالية. وكانت بورصة طوكيو قد أغلقت على تراجع بنسبة 3%، كما انخفض سعر الين الياباني أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 7 أعوام.